السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي المشاهدين من التغطية المباشرة من الأيام الفضائية. وما زالت انتصارات الوعد الصادق مستمرة 193 يوما من حرب الكيان الصهيوني على فلسطين، خلف 33 شهيدا و76 جريح، وأيضا 10,000 امرأة تركت 19,000 يتيم. كل هذا وما زال العالم مغيب ونائم وغير صحوة المقاومة من إيران والعراق واليمن ولبنان مستمرة بزف الشهداء. وبهذه اللحظات نعزي أهلنا في فلسطين بسبب الغارات الجوية المختلفة في شمال، وال 16% الباقية من غزة أيضا وغيرها في المناطق التي قام الكيان منذ ساعات أمس وإلى اليوم بالاستهداف. وأيضا نعزي أهلنا في لبنان في زفهم لبعض الشهداء، وأيضا نحييهم على انتصاراتهم. رح نتكلم عن هذه المواضيع وآخر التطورات والأحداث، والوعد الصادق كيف غير باستراتيجية المنطقة خلال هذه الأيام، مع ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ واثق الجابري محلل سياسي، أهلا بك، وعبر سكايب أبو سامر موسى مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي من لبنان. رح نبدو ياك أستاذ واثق، يعني خلينا نتكلم بداية عن إيران وكيف حذرت الكيان من المغامرة العسكرية الغير محسوبة. يوم أمس تلقت إيران الكثير من الاتصالات الأوروبية لأول مرة، والتفاوض مع إيران والخوف من إيران. ما رأيك بالأحداث منذ يوم أمس إلى اليوم؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام ولضيف الكريم. بطبيعة قراءة الأحداث يعني وما حدث من في الرد الإيراني، هنالك طبعا اختلال في طبيعة تقييم موازين القوى، واليوم بقراءة بسيطة نجد أن قوة الردع الإيراني والرد الإيراني كان هو ردا ربما أرسل كثير من الرسائل. لكن أنا أقول في سؤالكم عن الاتصالات الدولية، أقول هذه الاتصالات الدولية هي المفترض أن لا تأخذ فقط هذه القضية وتتحدث وماذا سيحدث أو ماذا ستفعل إيران أو ماذا سيكون الرد الصهيوني على إيران، كأنما القضية اليوم ميعت القضية الفلسطينية. اليوم هذا العالم الذي يتحدث عن إيران وربما يعتبر التجاوز، أو كثير من الدول التي وقفت، يعني الدول الكبرى وقفت مع الكيان الصهيوني وأسقطت قسم من المسيرات والصواريخ، هذه الدول نقول لماذا لا تتحرك الآلة العسكرية لهذه الدول لتسقط صواريخ الكيان الصهيوني وتمنحها من الوصول إلى غزة؟ لماذا لا توقف الطيران الصهيوني؟ لماذا تستمر لحد الآن؟ لماذا المجتمع الدولي لحد الآن لم يحرك ساكنا؟ مواقف طبعا مواقف خجولة حقيقة، مواقف دولية لو كان المجتمع الدولي بذلك المستوى وذلك التقييم والتطبيق للقوانين الإنسانية والأممية والشرعية والأخلاقية والإنسانية، كان من الممكن أن يقف كل العالم اليوم بوجه هذا الكيان الذي تمادى كثيرا لحد الآن بحدود 33,900 شهيد. نعم. يعني بمعدل ما يقارب تقريبا 200 شهيد يوميا. صحيح. وهذه المجازف ترتكب يوميا أمام أنظار العالم. بالتالي اليوم الضربة الإيرانية طبعا هي كانت ضربة موجعة، لكن ربما نقول ان الضربه كشفت ان هذا الكيان كيان ضعيف وكيان منهزم، ولولا وجود الطائرات الفرنسيه والامريكيه والبريطانيه وغيرها من الدول التي تعاونت على منع الصواريخ من ان تصل الى تل ابيب والى مناطق اخرى. لكن مع ذلك هي تستنكر الرد الايراني، وايضا نال هذا الموضوع استعطافها اكثر مع الكيان الصهيوني. لكن مع ذلك اقول ان كل العالم شاهد ان الطائرات المسيره كانت تصول وتجول فوق الكنيسة الاسرائيلي. صح. الطائرات المسيره كانت تضيء سماء هذا الكيان المنهزم والعالم بكل قوته. مع ذلك أيضا الكيان الصهيوني الذي كان يتحدث عن القبة الحديدية وعن أدوات الردع
الدفاعات الجوية. مع ذلك أيضا الدفاعات الجوية الصهيونية أيضا لم تستطع أن تمنع الصواريخ والطائرات المسيرة، اضطرت إلى إرسال طائرات أيضا لمعالجة الموقف، ومع ذلك أصيبت الأهداف. بالتالي الرد الإيراني رغم أنه كان محدودا، يعني لا أقول إيران أعطت كل قوتها. نعم فعلا، وحتى الأسلحة كانت ليس ب نعم هي كانت ضربة يعني تأديبية، حتى أسلحة قديمة، وإيران لم تصرح بالكثير، كان هو أكيد ضمن القوانين الدولية، وإيران لم تخترق أي قانون معين. ننتقل إلى ضيفنا عبر سكايب أبو سامر موسى. السلام عليكم أستاذ، نبدأ مع آخر التطورات على الحدود اللبنانية وافدنا فيها، وأكيد تعازينا للشهداء، وحياكم الله على هذا الجهاد والمقاومة المستمرة. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم جميعا وللسادة المشاهدين وضيفتي الكريم وللإخوة والأخوات العاملين في قناة الأيام. نعم. ألو. تسمعني الآن أستاذ أبو سامر؟ سامع. نعم. أسأل عن آخر التطورات في جنوب لبنان، من حيث ما قام الجنوب باستهداف عدة أهداف للكيان الصهيوني في الجليل ومزارع شبعة وموقع السماقة وغيرها من المواقع التي تم استهدافها من قبل المقاومة اللبنانية منذ يوم أو الساعات المساء يوم أمس وإلى اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. التحية لك أختي العزيزة وللسادة المشاهدين والمشاهدات جميعا والإخوة العاملين في قناة الأيام وللضيف الكريم. حقيقة اللبنانية أو ما المحتلة منذ 7 من أكتوبر إلى اليوم لم تهدأ إطلاقا. هناك يعني عملية تصعيد أكثر اليوم نراها بعد المجازر التي ارتكبت اليوم في فلسطين نتيجة القصف الوحشي الغادر من الكيان الإسرائيلي. هناك تصعيد اليوم بشكل كبير على الجبهة الشمالية لفلسطين والجنوبية للبنان. يأتي هذا كله في إطار عملية المساندة والدعم للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية التي أخذت على عاتقها حزب الله أن تستمر في هذا الدعم لأن يتوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة. ما نشهده اليوم حقيقة أمر لافت للانتباه، بحيث أن المقاومة الإسلامية في لبنان منذ الأمس وتصعد في عملياتها واستهدافاتها المباركة في قصف المواقع الصهيونية والتكنات العسكرية وتحشدات وتجمعات الجيش الصهيوني. لذلك نحن نرى أن الرد أيضا الصهيوني على جنوب لبنان هو آخذ بعملية تصاعد، مما يندر بأن الجبهة تكاد تكون قاب قوسين أو أدنى من أن تنفتح أو أن تفتح الجبهة بشكل كامل وبشكل كبير في لبنان. لذلك نحن نقول أن المقاومة في لبنان تسطر أسماعيات التضحية والفداء مساندة لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية. كذلك الأمر نحن نتمن عاليا كل الجهود المبذوله سواء كانت المقاومه الاسلاميه في لبنان او المقاومه في العراق او المقاومه انصار الله في اليمن في المسانده الحقيقيه والفعاله والمؤثره على هذا الكيان الاسرائيلي التي تقوم بها هذه المقاومات ابتداء من 7 اكتوبر وصولا الى اليوم بالتحديد. نعم. أستاذ واثق، السيد أبو سامر قال أنه انفتحت الجبهة في لبنان الآن في تصعيد وفي يعني مقاومة أكثر زادت، إذن الرد الإيراني هنا كان إلى غير استراتيجية المنطقة، ويمكن كان يعني هو محفز أكثر، لأنه مثل ما قال أبو سامر أنه اليوم الكيان الصهيوني قاب قوسين أو أدنى. نعم، يعني هو الكيان معروف يعني بطبيعة تعاطيه مع الأحداث، وهذه صفة الجبناء يعني للأسف، أنه يعني عندما يهاجم أو يخذل أو ينهزم يبدأ باستهداف المدنيين واستهداف الأحياء المدنية. احنا ما شاهدنا يعني من خلال الضربة الإيرانية ما شفنا استهداف لأحياء مدنية، ولا يعني
فلذلك المعركة كانت أو الضربة الإيرانية كانت ضمن الشروط التي تسمح بها القوانين الدولية وضمن المادة 51 من قانون الأمم المتحدة. لكن هذا الكيان يعني كلما قتل من جنوده، كلما يعني شعر بالهزيمة يحاول الانتقام من المدنيين ويحاول أن يوسع دائرة المعركة. دائرة المعركة هي يعني حتى بالاستهدافات التي حدثت للسفارة الإيرانية في سوريا وغيرها، وكثير من الممارسات الصهيونية كانت تحاول أن تدفع إلى اتساع رقعة الصراع. هم يتحدثون يعني أحيانا يقولون لا نريد توسيع دائرة الصراع، لكن يريدون أن يشعلوا المنطقة بهذه الصراعات، يريدون أن يورطوا أمريكا وفرنسا وبريطانيا وكل العالم وكل المنطقة. وأنتم شاهدتم يعني خلال الأحداث اللي صارت بعد يعني الضربة الإيرانية، تعرفون هذه ما لها يعني من اتصال بالدول الإقليمية، الكل تتأثر والمنطقة ربما تشتعل وربما تصل إلى حرب عالمية ثالثة، وهذا غير مستبعد. لكن الكيان هو السبب، ما هو السبب الذي يدفع الكيان إلى اقتراف مثل هكذا جرائم؟ لماذا التصعيد؟ طبعا حكومة نتنياهو واليمين المتطرف الذي هو مسيطر تقريبا على معظم السلطة في الكيان، هم يعني في نظريتهم إبادة غزة تماما والتوسع، يعني حتى يعني بالاحتلال ربما حتى يصل إلى دول عربية وهذا غير مستبعد، وخلق نزاعات في المنطقة، لأن هذه الحكومة واليمين المتطرف يعتقدون أن نهايتهم بنهاية الحرب أو بإيقاف هذه الحرب. هذا من جانب. الجانب الثاني، الحكومة تتعرض إلى ضغوطات من الداخل تطالب بإيقاف هذا الحرب، وفي داخل الولايات المتحدة التي هي الداعم الأساس للكيان الصهيوني أيضا مواقف متفاوتة، لكن هم يحاولون ربما إرضاء الرأي العام، إرضاء الرأي العام الدولي، يقولون أنهم يعترضون على جرائم الكيان، لكن مع ذلك يعودون ويقولون نحن ما نزال ندافع عن هذا الكيان بالضبط. وما يزالون يدعموه بكل الآلة الحربية القاتلة. مثل ما تفضلت أستاذ واثق، انتقل إلى الأستاذ أبو السامر. يعني تفضل أستاذ واثق بأن اليوم الكيان بقياداته بمعنى الكلام أنه في خلل في خلال اجتماعاتهم، وأيضا أعلنت يمكن يوم أمس المقاومة الإسلامية في لبنان أن المسيرات نجحت في إصابة القبة الحديدية وطاقمها، وأوقعت أيضا أفرادها بين قتيل وجريح. هذه الأحداث ممكن كيف تساعد ممكن المقاومة الفلسطينية في فلسطين وأيضا في الدول المقاومة مع فلسطين؟ يعني مما لا شك فيه أن هذه الحكومة الصهيونية تعاني ما تعانيه منذ ما قبل انطلاق طوفان الأقصى. هناك إشكاليات وهناك مظاهرات وهناك احتجاجات كانت سابقة وقبل طوفان الأقصى. جاء طوفان الأقصى لتعمق الشرخ في هذه الحكومة الصهيونية، ولتقول لهذه الحكومة أننا كمقاومة فلسطينية قادرون أن نغير الحسابات الصهيونية، ونحن نعمل من أجل حماية شعبنا وحماية أرضنا، وبالتالي نحن نعتقد أنه لا وجود لكم على هذه الأرض المباركة. الحكومة الصهيونية حقيقة الأمر أستطيع أن أوصفها اليوم كالتي تقع تحت بين السدان والمطرقة، فهي بجميع الأحوال بعد 7 أكتوبر تعرضت لهزيمة كبيرة على يد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، سواء كانت حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو كافة الفصائل الفلسطينية، وما زالت إلى اليوم تعاني. وكذلك الأمر، هذه المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تحدث شرخا كبيرا على مستوى الشارع والجمهور الإسرائيلي، بحيث أننا نرى اليوم هناك كثير من الاضطرابات والمظاهرات وتخللها أعمال عنف وضرب واعتقالات للصهاينة أنفسهم، مما يعني أن هذه الحكومة تعيش حالة غير مستقرة. أضف إلى ذلك الانشقاق أو التفسخ الموجود لدى القيادات العسكرية والأمنية والسياسية في هذه الحكومة. كذلك الأمر، نرى أن هناك إشكاليات كبيرة في مجلس الحرب والحكومة المصغرة الكابينيت، مما يدل على أن هذه الحكومة تعاني كثير. إضافة إلى أن هذه الحكومة اليوم باتت تدرك أنها قادرة على تنفيذ أجنداتها بسبب الضغوطات الخارجية وبسبب تهشم صورة الكيان الإسرائيلي، وضح أو توضيح للعالم أجمع أن هذه الحكومة هي حكومة إجرام، حكومة قتل، لأن هذه الحكومة منذ 7 أكتوبر اليوم المعلن عنه ما يقارب 33 أو 34 ألف شهيد. ولكن حقيقة الأمر، وإذا أردنا أن نمعن النظر قليلا، نجد أن قد يفوق عدد المعلن عنه إلى 40 ألف شهيد بعد انجلاء المعارك.
لأن هناك كثير من الشهداء تحت الأنقاض ما زالوا، ونتحدث حقيقة الأمر عن ما يقارب 120 140 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود. لذلك نحن نقول أن هذه الحكومة تعاني الكثير من الضغوطات، أضف إلى ذلك جاءت عملية الرد أو الرد الإيرانية على استهداف الكيان الإسرائيلي، جاءت لتزيد الضغط على هذه الحكومة، لأن هذه الحكومة كما صرح اليوم القيادات العسكرية أو الاستخبارات العسكرية أنهم أخطأوا بتقدير عملية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، بحيث أنهم لم يتوقعوا أن الإيرانيين سوف يردوا، وجاء الرد الإيراني ليحطم كل الأحلام الصهيونية. جاء الرد ليقول أن هذه الحكومة الصهيونية وأن هذا الجيش الذي عرف عنه أنه لا يقهر هو هش وأنه ضعيف، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حينما وعدت صدقت ونفذت وعدها بقصف الإسرائيلي قصف فلسطين المحتلة. وأنا أقول بصريح العبارة أن هذا القصف الإيراني الذي حدث منذ يومين هو عبارة عن عملية اختبار لمدى منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي بشكل واضح، وما زاد تهشيم هذه الحكومة الإسرائيلية وإظهار ضعفها بشكل كبير، أنها لولا أن المساعدة الخارجية من بعض الدول الأوروبية والإدارة الأمريكية وللأسف الشديد بعض الدول العربية لسقطت كل المسيرات أو كل الصواريخ المجنحة البالستية التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية، وإن كانت ليست الطائرات أو المسيرات هي من الطراز الأول، هي طراز بطيء وهي طراز زي ما بيقولوا غير حديث بشكل كبير. لذلك أرادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه العملية أولا تأديب هذه الحكومة الصهيونية، وجاء هذا التأديب بعد أن أيقنت الحكومة أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المجتمع الدولي غير قادر على لجم هذه الحكومة الصهيونية وغير قادر على إدانة هذه الحكومة الصهيونية، فأعطت الجمهورية الإسلامية وقت أو متسع كبير من الوقت للأمم المتحدة والمجلس الأمن حتى يدين هذه العملية التي تعتبر مستنكرة بالأعراف الدولية، لأن كل القنصليات والسفارات الخارجية أو قنصليات أو سفارات الدول نعم واضح. هي محمية سأعود لك الميطاق القوانين الدولية. لذلك جاء هذا الرد ليحجم هذه الحكومة المهزومة ويزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية. نعم أستاذ سامر سنعود لك، مثل ما تفضل بهذه الحكومة المهزومة وأيضا المهتزة والقلقة، الآن صرحت يوم أمس أنها ممكن أن ترد على إيران، على الرغم من أنه إيران كانت ردها ضمن القانون الدولي لم تخترق القانون، لكن هذا الرد هل ممكن أن ترد عليه إيران لأن يعتبر هجمة ثانية على إيران؟ طبعاً هذا السؤال يطرح ليس فقط على حكومة الكيان وإنما يطرح على المجتمع الدولي وعلى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الذين منعوا الصواريخ أن تصل إلى الكيان الصهيوني. لو ردت إسرائيل، إذا افترضنا وأنا لا أتوقع أنها ستقوم بالرد، لو قامت ارتكب حماقة الكيان الصهيوني وقام بالرد، هل سيمنعون هذه الصواريخ بنفس الذريعة التي قالوا أنهم منعوا صواريخ الجمهورية الإسلامية حتى لا تتوسع دائرة الصراع؟ طبعا أقول لا، لأنه الكيان الصهيوني طالما ارتكب جرائم في لبنان وضرب في العاصمة بيروت وضرب في العاصمة دمشق، ودائما ما يعني قبل هذه المعركة قبل 7 أكتوبر هو كان دائما ما يقوم بضربات جوية داخل الأرض السورية. بالتالي الكيان الصهيوني طبعا هو يحاول أن يلوح، لكنه ربما أصبح كمن يكرر العبارات التي كانت تكررها الجمهورية الإسلامية، يقول أنه سيصبر الصبر الاستراتيجي. يعني حقيقة هذا مضحك، أنه الكيان الصهيوني هذا هؤلاء المجرمين الذين يقتلون حتى الأطفال ويمثلون ويحرقون، يعني قبل 3-4 أيام تقريبا أحد الجنود قام بقتل أحد الأطفال وحرقه. وهذه الجرائم الشواهد اللي موجودة أمام العالم. بالتالي الكيان الصهيوني لا أعتقد أنه يستطيع الرد. طيب صرح بأن الرد لن يكون عسكريا بل ردا إلكترونيا، تفضل كذلك. يعني الرد إذا قلنا على الرد الإلكتروني أو الصراع مع أو الخلاف مع الجمهورية الإسلامية، فالخلاف موجود يعني منذ سنوات، و دا
دائما ما الكيان الصهيوني يقوم بالهجمات الإلكترونية على الجمهورية الإسلامية، وهذا وارد ومتوقع وفي كل لحظة، هم ليس جديد عليهم. يعني دون أن تبدأ هذه المعركة، معركة غزة الأخيرة، هم كانوا يهاجمون، يهاجمون سوريا ويهاجمون إيران إلكترونيا وعسكريا، الدول يعني عدا الجمهورية الإسلامية يهاجمون الدول المجاورة بالنسبة لهم. وبالتالي لا اعتقد انهم، برايك هل ايران سترد على هذا الهجوم حتى لو كان الكتروني؟ الجمهوريه الاسلاميه صرحت بشكل واضح، قالت هذه المره سنوسع نطاق الرد، قالت اذا قامت الكيان الصهيوني بالرد سنقوم بالرد الفوري والحاسم والرد القوي. يعني هذه المره لا ننتظر، يعني برد مباشر، يعني حتى دقائق لا نتاخر، يعني في بنفس اللحظه، بنفس اللحظه سيقوم، يعني بنفس يعني لا يتأخر لا ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا انتظار ولا ممكن أن يتدخل المجتمع الدولي. ولا الجمهورية الإسلامية أعطت فرصة لكل دول العالم، أعطت فرصة بحدود 12 يوم. نعم. قال المفترض المجتمع الدولي على الأقل يوقف المعركة في غزة، يضغط على الكيان، يضغط على تطبيق القرار، قرار مجلس الأمن الذي اتخذ قبل أيام بخصوص إيقاف الحرب، يحاول تطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية، أيضا قرارات رغم أنها غير ملزمة، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت أكثر من مرة وطالبت بإيقاف المعركة. صحيح. إذن المجتمع الدولي طبعا هو يتحمل جزء كبير من هذه المعركة، والمجتمع الدولي هو مقصر بحق القضية الفلسطينية منذ عام 48. نعم. واليوم يعني حتى الذين يقولون أن الجمهورية الإسلامية ما قامت به ربما يؤثر على الفلسطينيين، أو ما يقوم به المقاومين، أو يحاولون يعني فصل بين المقاومة وبين الشعب الفلسطيني، ربما يحاولون أن يحملوا كل هذه الجرائم لأنه المقاومة بدأت. أقول الأول الشعب الفلسطيني الآن أصبح أكثر تمسكاً بمقاومته، ولولا وجود هذا الشعب الصابر الصامد يعني لما بقيت هذه المقاومة. يعني والله يعني مواقف أسطورية بالعكس، يعني هي أصلاً الشعب الفلسطيني حقيقة الآن يعني إحنا ما نراه من مشاهد. نعم. الأطفال النساء عندما يتحدثون عن الشهداء وعن هذا الفخر وعن هذا الصبر والصمود، يعني حقيقة أسطوري غريب، يعني لا يوجد شعب في العالم يمكن أن يتحمل هكذا ومع ذلك متمسك بقضيته وأرضيته. إن شاء الله منتصر هذا الشعب. أستاذ أبو سامر، المقاومة الإسلامية بصورة عامة كيف سيؤثر عليها تصريح الكيان الصهيوني بأننا سنرد على إيران؟ يعني عزيزتي لابد لنا إلا وأن نذكر أن معهد الدراسات الأمن القومي الإسرائيلي من الناحية الاستراتيجية إسرائيل اعتبر أن من الناحية الاستراتيجية أن إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في ردع إيران من الهجوم، فبالتالي هناك تحذيرات كانت من إدارة بايدن، ومن بايدن تحديدا حينما سئل في إحدى المقابلات الصحفية أو المؤتمرات الصحفية عن الرد الإيراني كرر كلمة ضنت، يعني بمعنى لا تفعل ثلاث مرات، بمعنى تحذير من الولايات المتحدة لإيران. ولكن رغم ذلك فشلت إدارة بايدن، فشلت كل الحكومة الصهيونية من ردع إيران، من أن تقوم بالرد. لذلك أنا أقول اليوم الحكومة الصهيونية تعاني كثيرا، إن لم ترد هناك إشكالية، وإن ردت هناك إشكالية. إن لم ترد هي تعاني اليوم من ضغوطات داخل الحكومة من خلال بن غفير وسموريتش المتطرفين داخل الحكومة، والذي يعتبر نتنياهو قائم أو بعده موجود في الحكومة بفضل هؤلاء المتدينين المتعصبين القتلة بشكل عام. إن لم يرد على الهجوم الإيراني سيفقد ثقة هؤلاء، وبالتالي ستخسر حكومته، وقد ينسحب هؤلاء من الحكومة مما يطيح بحكومة نتنياهو. وإن رد أيضا سيكون هناك ردا حازما وقويا وصارما من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما صرحت، وبالتالي إن رد سيخسر أيضا الدعم، أو سيخسر جزء كبير من الدعم الأوروبي والأمريكي، لأن الإدارة الأمريكية كما علمنا هي تحاول ألا أن تدفع بإسرائيل ألا ترد، وأن تذهب بها إلى الرد عبر يعني معنى كلامك أنه ممكن رد إسرائيل قد يؤثر على المصالح الأوروبية، ضغوطات كبيرة. ولكن بالمحصلة هذه الحكومة حكومة متطرفة هوجاء، لا تفقه ما تفعل، وقد تفعل كل ما يحلو لها. أستاذ أبو سامر، بمعنى كلامك أن الرد بتعاون
أوروبي من بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول المؤازرة إلى الكيان، رد الصهاينة بمهما يكون هذا الرد رح يكون إلى تأثير على هذه الدول بمصالحها، قد يضر بمصالحها أيضا. من ان تتعاطى او تؤيد او يعني تدخل في المعركه او الرد ضمن على الاراضي الايرانيه، وبالتالي اذا دخلت امريكا في جو الرد مع اسرائيل فبالتالي المصالح الامريكيه والبريطانيه في المنطقه قد تتعرض لخطر. وقالت وقال الرئيس اعتقد الحكومه الايرانيه قالتها ان اي صاروخ يطلق على الاراضي الايرانيه من اينما كان سيرد سيواجه برد على المنطقه التي خرج منها، وبالتالي بمعنى ان المصالح الامريكيه في المنطقه قد تتعرض للخطر بشكل واضح وصريح. لا، وكما قال ضيفك العزيز، هل يمكن للاداره الامريكيه وللبريطانيين والاوروبيين ولبعض الدول المطبعه التي ساهمت في اسقاط بعض المسيرات الايرانيه، هل سيكون لها نفس الموقف من اسقاط الصواريخ الصهيونيه المنطلقه باتجاه الاراضي الايرانيه؟ طبعا لا، لان هذه الحكومات وهذه الانظمه وهذا المجتمع الدولي لا يرى الا بالمنظور الاسرائيلي. لذلك نحن نقول ان الرد الصهيوني انا تقديري سيكون عاجلا ام اجلا، سيكون هناك رد اسرائيلي على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. ولكن اشكال الرد هنا، لان القرار اتخذ في مجلس الحرب الصهيوني، قرار الرد على الجمهوريه الاسلاميه اتخذ وجميعنا سمعنا وقرانا الخبر، القرار اتخذ، ولكن كيفيه الرد ونوع الرد وزمان الرد هو الذي ما زال غير واضح. الرد سيكون عبر التشويش أو عبر المنظومات الإلكترونية، الرد سيكون عبر التضييق السياسي وزيادة الحصار على الجمهورية الإسلامية. بجميع الأحوال هناك رد، وأعتقد أن سيموريتش وبن غفير لن يرضوا إلا أن يكون هناك ردا عسكريا، ولو حتى كان الرد العسكري محدود كما يقول البعض، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تستطيع أن تمرر أي اعتداء على أراضي الجمهورية الإسلامية دون أن يكون هناك رد قوي، كما تفضل القادة في إيران بأن الرد سيكون أكبر بكثير أو أضعاف مضاعفة مما كان الرد عليه في المرحلة الأولى. لذلك نحن سنعيش مرحلة الرد والرد المعاكس. نعم، يعني هذا الرد مهما راح يكون بالطريقة التي ستكون، إن كان موجود أصلا، لأن هو أصلا غير حكيم وأصلا غير قانوني، إيران لن تسكت على هذا الرد. ممكن أنه تقدم مثلا شكاوى يعني المجتمع الدولي، ممكن أن شنو ممكن تتخذ من إجراءات إيران سواء كانت تحصينية. إيران قبل أن ترد هي أبلغت الدول المنطقة وضمن القانون وحذرت، لكن هي الآن مستهدفة من قبل الكيان الصهيوني. كيف ستفكر إيران الآن برأيك؟ يعني أولا الشكوى للمجتمع الدولي، أولا أكثر من 74 قرار بحق هذا الكيان لم ينفذ لحد الآن، والمجتمع الدولي ساكت، وهذا الكيان لا يعترف بكل النظم والقوانين الدولية، وهو تكلم يعني بقباحة حقيقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وممثلهم في داخل الجمعية عندما طالبوا من داخل الجمعية بإيقاف الحرب. الشيء الثاني، القرار الذي اتخذ كما تقولون انه القرار اتخذ هو تصريحات لبعض الوزراء المتطرفين، وهؤلاء الوزراء المتطرفين يعني وصلت ان تصريحاتهم هي متباينه وربما متقاطعه في بعضها. وزراء الكيان، نعم، لذلك انه هذا ليس قرار او مجلس الحرب المصغر. كان هنالك تصريحات يعني متفاوته فيما بينها، لذلك اضطر نتنياهو ان يطلب من الوزراء بعدم التصريح بالرد نهائيا او عدم التعليق على هذه القضيه. الشيء الثاني، الكيان سيواجه ضغوطات، يعني ضغوطات يعني من المجتمع الدولي، ضغوطات ليس لمصلحه ايران وانما الولايات المتحده وبريطانيا. والرسالة الايرانيه وصلت، الصواريخ التي عبرت 1100 كيلومتر ممكن ان تصل الى المصالح الامريكيه، وايران حذرت وامريكا التزمت عندما قالت لهم. وصرحت إيران بأنها إن تدخلت أمريكا ستستهدف قواعدها. نعم، الأمريكية. لذلك القواعد والمصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة لدى أمريكا هي أهم. صح. مع ذلك هي ربما تستمر يعني بسياسة دعم الكيان واستمرار بهذه المعركة
قتل الأبرياء مستمرة المعركة، لكن كمواجهة وتوسيع دائرة الحرب هي تشعر بخطر موجود، وهي نبهت الكيان في أكثر. لا ننسى أن بايدن الآن هو في صراع مع الشعب والانقلابات والمظاهرات وأيضا حكومته والانتخابات القادمة. نعم. هذا يؤثر ممكن أيضا. نعم، هي المشكلة يعني أولا هي هاي القضية مع قرب الانتخابات، وعادة المرشحين عادة ما يكون تصريحاتهم متناقضة، أحدهم يتحدث عكس الآخر، يعني بايدن يعطي تصريحات من أجل التهدئة ويقول نطالب بإيقاف الحرب، لكن واقعا يختلف الواقع، هم ما يزالون يدعمون، والآلة الحربية القاتلة يزود بها الكيان بكل قوة. بنفس الوقت ترامب أيضا يصرح باستمرار الحرب والضغط أكثر، بالتالي كل منهم، يعني هذه تحدث في الولايات المتحدة كل انتخابات، كل يأخذ جزء من الجمهور من أجل أن تكون مشاركة في الانتخابات وأن يتنافس الأحزاب وتدخل اللوبيات اللي موجودة داخل الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة يعني سواء في الحكومة وفي الكونغرس الأمريكي وحتى في على مستوى الناخبين وكبار مالكي رؤوس الأموال، اللوب الصهيوني موجود أيضا والأموال الصهيونية موجودة وهي ضاغطة وتحرك، تحرك الانتخابات، تحرك السياسة الأمريكية، هي من ترسم السياسة المحددة تجاه الشرق الأوسط، تجاه المنطقة، تجاه دعم الكيان الصهيوني. بالتالي إذا قلنا أن الكيان يريد أن يقوم بالرد، ربما الكيان كما قلنا في بداية الحديث أنه يريد إدخال المنطقة في حرب شاملة، وباعتقاده كما قلنا أيضا أنه يعتقد نهاية كيانه وحكمه وحتى حكم اليمين المتطرف سينتهي في حال إيقاف الحرب، سواء انتهت سلما أو انتهت حربا أو انتهت بالخسارة بأي كل الأحوال. بعض رؤساء الكيان أعلنوا بأنه هم إلى الآن لم ينتصروا في غزة، على الرغم من أنه 16% فقط بقت من غزة. سيد الفضل، إذا بمقياس الانتصار، يعني نقول رغم الخسائر التي قدمها الفلسطينيين والغزيين، يعني خسائر نقول 33 34 ألف وعشرات آلاف أيضا الجرحى والمفقودين وغيرهم والمشردين، لكن نقول غزة انتصرت منذ اليوم الأول. غزة منطقة بحدود 64 كيلومتر، وهذا ال 64 كيلومتر محاصرة ليست من تاريخ اليوم، محاصرة منذ 75 سنة ومحاصرة ومراقبة من السماء ومن الأرض، وربما عليها حروب معلنة وناعمة وقتل موجود واعتقالات واستيطان يخنق هذه المنطقة، لكن مع ذلك مقاومين بأعداد قليلة استطاعوا أن ينتصروا على العالم، لا أقول على الكيان فقط، انتصروا على العالم، انتصروا على والعالم من هو العالم؟ الدول الكبرى التي هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بكل آلتهم بكل دعمهم، وصلت إلى درجة رؤساء دول، رئيس الوزراء البريطاني يأتي بطائرة وينزل من ذنب الطائرة، وهذه لأول مرة تحدث من ذنب الطائرة، وهذه طبعا هي فيها مؤاخذة على الشخص إذا نزل بهذه، ومع الأسلحة وينزل أسلحة إلى الكيان بنفسه. واليوم يتحدث يعني في تصريح قبل يومين يقول إن ما يحدث في فلسطين مؤلم أو محزن أو مبكي بهذه التصريحات، والرئيس الفرنسي كذلك يقول هكذا، لكن ماذا يفعلون؟ هم من يدعمون الكيان، ولولا هذا الدعم الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة لما استطاع الكيان أن يصمد يوم واحد. طيب أبو سامر، اليوم أو المرحلة الجديدة ما بعد 14/4، كيف عززت المقاومة الفلسطينية شجاعة؟ وهل حماس المقاومة مستمر؟ يعني حقيقة الأمر أن في البداية أنا أثني على كلام الأخ ضيف الكريم بموضوع الانتصار، حقيقة أن المقاومة الفلسطينية في غزة منذ اليوم الأول أعلنت الانتصار، وهذا أمر طبيعي لأن اليوم المقاومة الفلسطينية بالتسليح البسيط والإمكانيات البسيطة استطاعت أن تصمد وما زالت تصمد، وهي قادرة على الصمود لمدة طويلة من الزمن، كما قال الأمين العام للجهاد الإسلامي، نحن وطننا أنفسنا لمرحلة طويلة، وقال نحن مستعدون لستة أشهر جديدة. اليوم المقاومة الإسلامية أو المقاومة الفلسطينية دخلت الشهر السابع وهي تواجه أكبر جيش على مستوى الشرق الأوسط وقوة كبيرة يحسب لها حساب على مستوى الجيوش والأنظمة العربية. بالتالي كما تفضل ضيفك العزيز، المقاومة الفلسطينية انتصرت بشكل لا ريب فيه إطلاقا. أما في المرحلة المقبلة بعد القصف أو الرد الإيراني، أنا أستطيع أن أقول أن الرد الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة
ليس بين إيران وإسرائيل فقط، وإنما على مستوى المنطقة برمتها. اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعد تضرب إسرائيل الكيان الغاصب الغدة السرطانية عبر الأدرع العسكرية الممتدة من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى اليمن. اليوم الجمهورية الإسلامية دخلت بشخصها بقوتها بكينونيتها بقوتها العسكرية، دخلت بشكل واضح وصريح لتقول أننا حاضرون للدفاع عن غزة، حاضرون للدفاع عن فلسطين، حاضرون لأن نكون في طليعة الجيوش التي ستحرر فلسطين بإذن الله تعالى. أما على المقلب الآخر فيما يخص المقاومة الفلسطينية، نحن من اللحظات الأولى حينما انطلقنا في 7 أكتوبر طوفان الأقصى، وحينما دخلت المقاومة الإسلامية في 8 أكتوبر تحديدا المعركة لصالح إسناد قطاع غزة، وفيما بعد لحقها الإخوة في أنصار الله وتبعهم الإخوة في المقاومة في العراق، كانت المقاومة الفلسطينية تشعر أنها لن تترك وحيدة كما أراد الكيان الإسرائيلي الإدارة الأمريكية. وللمفارقة أنا أقول أن الإدارة الأمريكية والغرب ليسوا داعمين للكيان الإسرائيلي، بل هم شركاء بشكل واضح وصريح في قتل الفلسطيني، في إراقة الدماء الفلسطينية. هم شركاء بشكل حقيقي منذ اللحظة الأولى في قتل الفلسطيني. لذلك أنا أقول أن المقاومة الفلسطينية بدخول هؤلاء الأبطال والمقاومين إسنادا لقطاع غزة لم تترك غزة وحيدة، وهذا الدخول أجهض المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي كان يهدف إلى أن تترك غزة من خلال اللقاءات والزيارات المكوكية التي قام بها وزير خارجية أمريكا وبعض لينكولن والرئيس الأمريكي نفسه وبعض الزعامات والشخصيات الأوروبية. لذلك نحن نقول أن الرد الإيراني أتلج صدور الشعب الفلسطيني، أتلج صدور المقاومة الفلسطينية، وأعطاها مزيدا من القوة والدعم المعنوي من ناحية الصمود أكثر والاستمرار أكثر بإذن الله تعالى، وإيقاع الخسائر المتلاحقة في هذا الجيش الصهيوني، مما ينذر بأن هذا الجيش بإذن الله تعالى سوف يكون طاب قوسين أو أدنى من الهزيمة المعلنة حسب ما قال الضباط وحسب ما قالت المواقع الاستراتيجية في الأبحاث الصهيونية، أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق انتصار، وكما يقولون دعونا من الانتصار المطلق، هذا لم يتحقق على المقاومة الفلسطينية. طيب أبو سامر، تعرف أنت في قوانين الحرب عند فتح جبهة جديدة يضعف المقابل. إيران فتحت جبهة جديدة ومرحلة جديدة، فهذا سيضعف الكيان أكثر، على الرغم من أن إيران لم تستخدم الأسلحة، استخدمت أسلحة قديمة مسيرات قديمة. أنا قلت منذ لحظات أن الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي عبر الجولات الدبلوماسية التي قام بها كان يريد أن تبقى غزة وحيدة. حينما دخلت جبهة لبنان ودخلت جبهة العراق ودخلت جبهة اليمن، أصبح هناك حالة من التشتت لدى المنظومة السياسية والأمنية والعسكرية للكيان الإسرائيلي. لو نتخيل سويا أو معا، لو لم تدخل الجبهة اللبنانية ولو لم تدخل الجبهة العراقية والجبهة اليمنية، أليس من الطبيعي أن تكون كافة القوات العسكرية بالجيش والإمكانيات إمكانياتها بالطائرات والدفاع الجوي والصواريخ كلها تتجه باتجاه غزة؟ هذا أمر طبيعي. لكن دخول الجبهة اللبنانية والعراقية واليمنية أحدث شرخا وتشتتا في المنظومة العسكرية، بحيث أن الكيان الإسرائيلي وضع عدة ألوية وأفواج أو على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وبالتالي وضع بطاريات صواريخ مضادة للصواريخ على الجنوب الفلسطيني، وبالتالي أصبح هناك حالة تشتت للمنظومة العسكرية والقوات العسكرية أمام هذه الجبهات التي فتحت. ومن بلنا اليوم تفتح جبهة كبيرة ورئيسية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما تمتلك من قدرة هائلة على مستوى المسيرات وبأنواعها المختلفة، وقدرة هائلة من الصواريخ الاستراتيجية والبالستية والمجنحة والفرد صوتية بأشكالها المتعددة. فبالتالي هناك حالة من التأزم ستكون لدى هذه القيادة العسكرية الصهيونية، لأنها ستواجه عدة جبهات سواء كانت من العراق أو لبنان أو إيران أو اليمن. وبالتالي هذا ضغط كبير على الحكومة الصهيونية بكل مكوناتها سواء السياسية أو الأمنية أو العسكرية.
أحسنت. طيب ننتقل لأستاذ واثق. اليوم تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي واتصال من رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، وطبعا أثنى على جهود إيران، وأيضا يعني كانت هذه المباحثات، وأيضا رئيسي تكلم عن صمود الشعب اليمني والمقاومة إلى جانب الشعب الفلسطيني. السياسات المخادعة للغرب حيال جرائم الكيان تشجعه على زيادة التوتر في المنطقة، هذا ضمن الكلام يعني من ضمن الاتصالات اللي كان ممكن حتى الوزير حسين أمير عبد الله اللهيان استغرب يوم أمس أن بريطانيا تتصل به وأيضا تطلب منه بعدم التوسع في الرد وأيضا استنكار لما أحدثته إيران، لكن هذا الاتصال يمكن أثلج القلوب بأنه اليمن ما زالت مستمرة وداعمة وهذا ليس بجديد عليها. نعم، يعني هي يعني كما قال ضيفكم الكريم أن وحدة المقاومة وحدة ساحاتها وحدة أهدافها هي شتتت جهد الكيان الصهيوني وجهود داعمي، بالتالي يعني هذا مسألة طبيعية أن يكون تواصل بين المقاومة، وأن المقاومة ما تزال يعني لا أعتقد يعني مهما كانت الظروف لا أعتقد أن المقاومة سوف تتزحزح عن مواقفها. صحيح، وإعلان هذه الاتصالات وأيضا المباحثات والكلام فيها هو مادة إعلامية مهمة يصرح بها سواء حتى بدون جبهة أو قتال بأن اليمن ما زالت داعمة، إيران ما زالت داعمة وغيرها، والعراق ولبنان، بأنه إحنا مستمرين بهذا الدعم إلى المقاومة الفلسطينية. عكس، فخليني نتطرق أكثر للدول العربية أستاذ واثق. في أقل من دقيقة بالوزير الخارجية السعودي اليوم تكلم على وقف اطلاق النار، مضحك الموضوع الصراحة في غزة، وأيضا أنه غزة بسبب هذا الجوع الموجود يعني تفقد الآلاف من شعبها اليوم، وصرح أيضا مفتي أردني حول هذا، تكلم عن مؤازرته إلى رد الإيراني، لكن الدول العربية ساكتة اليوم، فقط وزير الخارجية السعودي وتكلم عن غزة ومناشدات لوقف إطلاق النار. والله للأسف يعني الشعوب العربية يعني سواء كان على مستوى الحكام، على مستوى مفتي المنابر الذي كان يصولون ويجولون ويتحدثون ويصدرون شتى الفتاوى ويدعمون بها داعش، ما زالت متخاذلة، وأيضا ربما السكوت هو علامة الرضا. نعم، مثل المنار. سواثق، نعم، الوقت أدركنا، كان الحديث شيق ومفيد ومثمر لتوضيح في عن قضية الفلسطينية. أبو سامر موسى مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي، حياكم الله من لبنان ودمتم شجاعة وقوة واستمرار، ورحم الله شهدائنا. شكرا لكم، كونوا على يقين بأن المقاومة منتصرة بإذن الله تعالى. الله يحفظكم. شكرا لكم أستاذ واثق جابري محلل سياسي، شكرا جزيلا. شكرا لحسن المتابعة أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء.